مشاهدينا الكرام، للمزيد بشأن تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار المجازر الإسرائيلية التي ترتكب هناك بشكل مستمر، ينضم إلينا عبر سكايب من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني الأستاذ محمود الصيفي. أستاذ محمود، حياكم الله. مساء الخير، تحياتي لكم. في البداية أستاذ محمود، في اليوم 272 للعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، لا تزال مجازر الاحتلال ضد الفلسطينيين تتواصل، يعني حتى بعد رد المقاومة على مقترح وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الذي وصفه مراقبون بأنه رد إيجابي، لكن لا تزال إسرائيل تتمادى ترتكب المزيد من المجازر. هل يعني هذا أنها يعني لا تريد الاستمرار بالاتفاق؟ هل يعني هذا أنها تريد بقاء كبريائها وأنفتها موجودة في الساحة؟ ما الذي تريده؟ يعني واضح، يعني رئيس وزراء العدو الصهيوني واضح في تصريحاته دائما أن الجيش الصهيوني سيستمر حتى اقتلاع جميع المقاومة من قطاع غزة، حتى في ظل الحديث عن الصفقة والأحداث المتسارعة حقيقة خلال 24 ساعة الماضية حول رد المقاومة واتصال بايدن مع نتنياهو واجتماع المجلس الوزاري المصغر الصهيوني واستعداد نتنياهو لإرسال الوفد برئاسة رئيس الموساد، كل هذه الأحداث المتسارعة يرافقها حقيقة يعني تصريح رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أن الحرب ستستمر حتى إنهاء المقاومة في قطاع غزة، وبالتالي لا تعليق آمال حقيقة على ما يحدث الآن، أن الحرب ستقف، أن الاحتلال سيوافق على رد المقاومة. يعني ليس واضحا ذلك من خلال ما تفضلت به، أن هناك عملية وآلة القتل والتدمير مستمرة وبعنف. يعني كثير من المنشورات الجيش الصهيوني تدعو كثير، يعني أكثر من 250 ألف مواطن من خان يونس للرحيل ومغادرة والنزوح. يعني كثير يعني أحداث ما يحدث في قطاع غزة يختلف كثيرا عن ما يحدث في الإعلام والاتصالات الجارية. أستاذ يعني محمود، يعني الكيان منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر إلى الآن، يعني هو يستخدم أسلوب البلطجة والعنجهية في خطاباته الإعلامية، وهو مهما حتى بالاتفاق الأول أو بالمقترح الأول الذي وافقت عليه حماس وأبدت حسن النوايا، استمرت العمليات العسكرية وجرى اقتحام رفح وغيرها من هذه الأمور. طيب السؤال هو، ما دليل أو ما دلالات وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت الذي قال بأنه نحن أقرب لاتفاق أكثر من أي وقت مضى فيما يتعلق بصفقة الأسرى وإيقاف العمليات العسكرية؟ هل هو بحاجة إلى أن يكذب أمام الإعلام؟ يعني هم يبلطجون علنيا وأمام العالم الذي يشاهد بلا حركة، فما الذي يدعوه إلى هكذا تصريح؟ هو نفاق، يعني هذا نفاق قادة العدو سواء كانوا عسكريين أو سياسيين. يعني هذا النفاق وهذا من يعني اختلاف تصريحاتهم عن ما يمارسون من جرائم حقيقة، يعني واضح أن كل هذه التصريحات تصب للاستهلاك الإعلامي والمحلي، يعني لطمأنة الأهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، لتهدئة كثير من يعني الولايات المتحدة الأمريكية، الدول، البعض الاتحاد الأوروبي. يعني هناك رسائل حقيقة لطمأنة أننا نريد أن نوقف الحرب، ولكن الواقع يقول غير ذلك. طيب، يعني رغم أن الرد الذي جاء من حماس وفقا للمصادر الذي قال بأنه رد إيجابي، يعني من أي باب يأتي؟ يعني إذا كانت الحركة تقرأ ما تفضلت به أن هذه حركة نفاق من قبل الكيان، ما الذي يدعوها إلى الموافقة على هكذا مقترحات؟ يعني الوسطاء المصريين والقطريين
وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، هناك ضغط هائل حقيقة على المقاومة الفلسطينية من أجل الموافقة وإعطاء رد إيجابي. والحركة يعني وحركة المقاومة يعني أعطت رد إيجابي منذ أكثر من يعني في 31 مايو أيار يعني خطاب بايدن، وأعلنت الحركة عن رد إيجابي ورحبت، ولكن ما النتيجة؟ النتيجة مزيد من القتل، يعني حتى تصريحات قادة العدو يعني كثير ما نسمع أننا قريبين من الوقف الحرب، قريبين من إطلاق السراح، وكأن هذا يريدون أن يطمئنوا أهالي الأسرى وأيضا المجتمع الدولي، ولكن يعني رد المقاومة ليس الرد الأول وليس الرد الثاني، ولكن لم نسمع حقيقة، لم نسمع ردا صهيونيا، يعني لا هناك رد على خطاب بايدن يعني صريح بإعلان أننا موافقون، ولم يكن هناك بعد قرار مجلس الأمن الدولي في العاشر من مايو أيار أيضا. يعني كل هذه الأحداث والردود الإيجابية من المقاومة الفلسطينية لم يقابلها أي رد إيجابي من حكومة الاحتلال، سوى التهديد، يعني التهديد المستمر من العسكريين أو من نتنياهو شخصيا أو من وزرائه أو مجلس المصغر، يعني لم نسمع إلا تهديد باجتياح مدينة رفح، باحتلال مدينة رفح، بالبقاء في قطاع غزة لسنوات. يعني كل حقيقة هذه التصريحات وكل ما نسمع من الكيان الصهيوني كله باتجاه استمرار الحرب واستمرار الاحتلال. يعني أستاذ محمود تفضلت وقلت بأنه هي ربما تكون محاولة لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي الداخلي، محاولة تهدئة عائلات الأسرى وخاصة هذه الهيئة المعنية بالمحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، لكن هذه الهيئة، هيئة العوائل أو عائلات الأسرى المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، هددوا بأنهم ستكون هناك مظاهرات مليونية فيما لو عرقلت حكومة نتنياهو مرة أخرى صفقة تبادل الأسرى. هل هي على استعداد أن تجازف باستفزاز ذوي الأسرى المحتجزين لدى المقاومة؟ يعني حكومة حرب، يعني حكومة قتل، عصابات، يعني هذه الحكومة عبارة عن عصابة لا تكترث لا بإنسانية ولا تكترث حتى بجنودها. يعني شاهدنا في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة كيف قتلت جنودها وأمام أعين ومشاهدة أهالي الأسرى. وقبل أكثر من عام شاهدنا نزول المتظاهرين، وفي المقدمة منهم يعني رئيس المعارضة يائير لبيد، يعني حول يعني تعديلات في المحكمة العليا الصهيونية، نزلوا إلى الشوارع أكثر من 300 ألف متظاهر، ولم تكترث هذه الحكومة حتى أمام هذا القتل، وأيضا أمام أن يعني أبناء هذه العائلات في خطر دائم، وشاهدنا كيف قتلوا الأربع جنود وهم يلوحون للجنود الصهاينة نحن جنود، نحن إسرائيليين بين قوسين، إلا أن يعني هذه الحكومة ماضية، يعني لا نصدق هذا الإعلام، يعني حقيقة يعني في المقابل ومن الناحية العسكرية أستاذ محمود، كيف تقيم الآن موقف المقاومة الفلسطينية تجاه هذه الآلة الدموية، آلة الحرب الصهيونية؟ يعني المقاومة الفلسطينية تدافع، يعني تدافع عن شعبها، تدافع عن أرضها، وهذا قدرها، قدر المقاومة أن تدافع. ونشاهد احنا هذا العدوان المستمر سواء برا وبحرا وجوا، ويعني الدبابات تصول وتجول في كل قطاع غزة، والمقاومة ليس أمامها إلا أن تدافع عن شعبها وعن عن عن نفسها، تدافع عن أرضها، وهذا قدر يعني أن الشعب الفلسطيني يحارب ويناضل ويقاتل منذ أكثر من 100 عام،
ولذلك ما يعني ما تقوم به المقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية هو دفاع عن مستقبل، دفاع عن مستقبل الشعب، مستقبل القضية الفلسطينية. لكن في المقابل أستاذ محمود، هذه الضغوطات التي تتعرض لها المقاومة الفلسطينية، يتعرض لها أهالي غزة المحاصرون، يعني لا تتساوى مع حجم التعامل العربي إذا قلنا مع القضية الفلسطينية أو الدعم. في المقابل هناك دعم لا محدود يحظى به الكيان الصهيوني من الغرب ومن الولايات المتحدة عسكريا ماليا وإعلاميا كذلك. طيب يعني المقاومة الفلسطينية الآن لا نقول بأنها في موقف ضعيف، لأن ما أثبتته الآن يثبت القوة، لكن على الأقل هي في عزلة، وبالتالي يعني كيف يمكن أن نفهم المرحلة القادمة بالنسبة للمفاوضات إذا ما حدثت وجرت؟ يعني عندما نتحدث عن الإقليم العربي أو يعني جامعة الدول العربية ومنظمات العربية الإسلامية، هي يعني تقف يعني متفرد أمام هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال، ولا نعول آمال، لأن اللاعب الرئيسي في الشرق الأوسط أو في العالم نقول هو الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الداعم الرئيسي لهذه الحرب وهذا الكيان. فلذلك لا تعول آمال على البلاد العربية، على الأنظمة العربية. يعني هناك صحيح يعني هناك ما زالت الدول العربية ترفض التهجير القسري، تطالب وقف العدوان، ولكن كل هذه المطالبات يعني لم تفدي إلى شيء. يعني ما زالت عملية القتل مستمرة، وكما تفضلت في التقرير أكثر من 16 ألف طفل بين الركام. يعني لم تحرك مشاعر لا حكام العرب ولا الحكام العالم ولا المجتمع الدولي أمام هذه المأساة في قطاع غزة، وتترك المقاومة الفلسطينية حقيقة وحيدة تقاتل عن يعني تقاتل نيابة عن الأمة العربية والإسلامية، ولكن كل هذه الدول 57 دولة هي تتفرد، يعني فقط هو الإعلام وإعلام وكأنه على غير حياة. يعني يجب وقف الحرب، يعني هل هذا يعني موقف؟ يعني أين الموقف العملي؟ يعني مؤتمرات قمة عربية إسلامية ومؤتمر قمة أخير لم تستطع أن ترسل قنينة ماء إلى قطاع غزة، وتركت هذا العدو المجرم في تقرير مصير شعب كامل في قطاع غزة، 2.5 مليون فلسطيني يواجهون القتل، يواجهون المجاعة التي هي من أهم أسلحة العدو الصهيوني في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وهو حقيقة هذا. أستاذ محمود أنا أشكر حضرتك وأعتذر منك للغاية، لأن الوقت انتهى. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود الصيفي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، كنت معنا عبر سكايب من نابلس. شكرا لك.